وبشأن الضربة الثلاثية وأثرها على الأوضاع السورية السياسية والعسكرية أيضا، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل العسكري والسياسي العقيد أحمد حمادي. سيادة العقيد مرحبا بكم. يعني 9 أهداف كانت في مرمى صواريخ الثلاثي الغربي، من الناحية العسكرية كيف تقرأ اختيار الثلاثي هذه الأهداف تحديدا سيادة العقيد؟ السلام عليكم. عليكم السلام، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. طبعا الضربات الغربية الأمريكية الفرنسية البريطانية بدأت اليوم في تمام الساعة تقريبا 4 صباحا بتوقيت دمشق ضد أهداف مختارة ومنسقة من قبل. تضم هذه الأهداف أولا وحدات الدفاع الجوي التي تحيط في مدينة دمشق، طبعا الأهداف هي محيط دمشق وأهداف في محيط حمص، غربي حمص، منطقة دنحة، حيث مستودعات للجيش. في هذه الأهداف التي تم ضربها، إذا هناك أسلحة دفاع جوي أو قواعد دفاع جوي في جبل قاسيون، في مطار دمشق الدولي، في المزة، في المطار الشراعي في الدماس، بالإضافة إلى وحدات الحرس الجمهوري اللواء 105، هناك الفوج 41 قوات خاصة، بالإضافة إلى جمرايا، يعني مراكز الدفاع البحوث العلمية في جمرايا وفي برزة، بالإضافة إلى بعض الأهداف خارج منطقة دمشق في مثلث الموت وفي الكزوة وفي الرحيبة. كل هذه الأهداف تندرج في المستودعات الخاصة في الكيماوي، السلاح الكيماوي، الأسلحة الكيماوية، وكذلك في مواقع التي تساعد في صنع هذه الأسلحة، بالإضافة إلى المطارات التي تم ضربها كضمير وخلخلة وكذلك المزة. بهؤلاء المطارات هي التي تقلع منها الطائرات وتقصف الأهداف بالسلاح الكيماوي، كما حصل في دوما حيث أقلعت الحوامة من مطار الضمير إلى دوما وقصفت السلاح الكيماوي. طيب سيادة العقيد، يعني كما ذكرتم أنتم وحدات دفاع جوي في محيط دمشق وأهداف في محيط حمص وكذلك في جبل قاسيون هناك وحدات عسكرية وفي مطار دمشق الدولي أيضا، يعني دانفورد أوضح أن تم استهداف منشئة لتخزين الأسلحة الكيميائية ومركز أبحاث علمية ومركز قيادي مهم خارج مدينة حمص، لكن بماذا تفسر عدم استخدام القوات الروسية دفاعاتها الجوية مضاداتها الجوية عن تلك الأهداف؟ ما السبب في ذلك؟ ما التفسير سيادة العقيد؟ طبعا روسيا لن تقوم باستهداف هذه الأهداف، إما لأن أسلحتها الاس 400 ليس له قدرة على أسقاط هذه الصواريخ، أو أنها لا تريد التصعيد مع أمريكا ومع بريطانيا ومع فرنسا، خاصة إذا رأت بأن الضربة واقعة وبأن هناك يعني استقطاب غربي وراء أمريكا من أجل تنفيذ هذه الضربات، خاصة بأنهم حملوا روسيا وحملوا إيران وحملوا النظام مسؤولية استخدام الكيماوي، وقالوا بأن روسيا هي من تحمي النظام وإنها تساعد، وكذا كما قال ترامب بأن روسيا دولة فقيرة ويمكن أن نقوم بمساعدتها وستأتيها الصواريخ الذكية واللطيفة والجديدة. يعني إذا هناك غير قدرة، إما غير قدرة أو قد يكون هناك اتفاقا سريا ما بين هاتين الدولتين على عدم يعني أن تكون الضربات موسعة كثيرا وطويلة، على أن يكون هناك شيء أو عدم تصدي موسكو لهذه الأهداف. سيادة العقيد، يعني تعتقد أن الغرب يمكن أن يوجه ضربات أخرى يعني في المستقبل المنظور؟ طبعا هم حددوا بأن العمليات انتهت وأن العمليات العسكرية ممكن أن توجه إذا استخدم النظام الأسلحة الكيماوية. إذا هذه الضربات هي ضد استخدام الأسلحة الكيماوية وليست من أجل الشعب السوري الذي قتل بكل أنواع الأسلحة منذ 7 سنوات ولم ينتصر له أحد. سيادة العقيد، هل هذه الضربات استهدفت ميليشيا إيران في سوريا؟ كما يقال بأن هناك عدة مواقع فيها ميليشيات في منطقة تل مرعي في منطقة مثلث الموت، في الزاوية بين القنيطرة وبين درعا
وما بين دمشق، وكذلك هناك استهداف للقصر الزجاجي الذي هو تدار منه الميليشيات جميعها من قبل إيران. يعني هناك مقر، وهذا القصر الزجاجي أو البيت البلور في محيط مطار دمشق الدولي. لا، حتى الآن يعني الأهداف التي ضربت والتي حجم الخسائر لم توضح نهائيا. سيادة العقيد، لكن حتى هذه اللحظة لا وجود لا حديث عن خسائر بشرية، بماذا تفسر ذلك؟ طبعا الضربات التي وقعت صباح هذا اليوم لم تكن مفاجأة ولم تكن سرية. النظام لديه علم بأن هناك ضربات ستقع عليه، فهو أخلى كل الأهداف ونقل بعض المواقع إلى مواقع أخرى، والأسلحة الحديثة والعتاد الحديث والطائرات نقلها إلى أماكن أكثر أمناً. ولا أتوقع بأن مراكز البعوث العلمية أو غيرها الساعة 4 صباحاً يوجد فيها خبراء، وهم جميعهم خرجوا من هذه المقرات، لذلك أتت الضربات مع عدم يعني سقوط ضحايا فيها. سيادة العقيد، أخيراً يعني بشكل سريع، كيف تفسر ظهور الأسد بعد الضربة؟ يعني الأسد يريد أن يرفع من الروح المعنوية لقواته المنهارة رغم الاستهداف الغير كبير جدا لقواته. هو يريد أن يقول إنني أنا لم يتغير شيء في الحياة العملية، أنا ذاهب إلى مكتبي وكالمعتاد وكأن شيئا لم يكن. من إسطنبول، المحلل العسكري والسياسي العقيد أحمد حمادي، شكرا جزيلا لكم.